بالي راح صورك ريال صغير. يا اخي بس اعطيني مكان قاعد لي القعده طق النظاره شنج يا اخي مو مريض والله. بس لحظه بس بهاي الزاويه وحق الله اذا اخذ لك بهاي الزاويه غير انه بشنو اخذ لك هسه مو بسناب لا هاي البورتريه سينمائي صممو دزولي تاك ليش شتري ما شنو 5000 مطاتك 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 خمسة ما اعطيتني وقتها من جستاني وطاتني اعطيني خمسة جيبني ما انا صار ساعة عندي عشرة ما اقدر ما اقدر لا 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 ما اقدر ما اقدر لا يلا 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 اخر يلا اخر يلا ذب هنا يا الله ذب العشرة هنا وانا ذب لك الخمسة بعد لا تجيب لنا مكور انا بعد ما سواك مكور مريض ما سكن مالي اشتاكل شبس اتغيبت شبس وعش تروحك بعد ما حد هسه شنو اللي حقاك كده انا سمت شو دجاج اللي حقاك كده اسوي شي يلا خشب انا ما شاء الله وسع تعال شقه ما ينام بيه ايش اخر ايش اخر اسمع علي من الهواء لا يقلق لا صوتك لا صوتك طبي راجلي لا صوتك تعال تعال معنا سأرقص على جراحه مع الرجل صار لي أربع تينا ما فكر لك حاول تطلع المواضيع من راسك كلش مو تزعل شبيه زيوني مو تزعل وأم البنينة شو رقم فوق يعني مثلا شنو يا مقلب براسك مثلا إيش طبيعي شفع عادي قدام العالم بس مقلب قوي مو تزعل مو تزعل طبع فكرة وطيرها من بالك لأن ما أنا ما راح إذا سويت بيك شي تزعل أم البنينة موتك بحق عبادة الشيخ وياه بصير. خليني صاحبك نحن تعالى نسس فيها جغرية خلص وروني أجر لك مشتق لهوة مقلب لك محضر لك شيء بس أصبر لي روح ما تستمع يا روحك أسا يلا يلا تصبح على خير روح نوم والله كريم وانا رحو قاعد يلا تعال تعال يمي تعال ضاج عجل نونو